وعندك شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى. هو يوم الأربعاء كم واحد هيلعب؟ أيوة ردوا عليا يا جماعة، كم واحد هيلعب؟ 11 مظبوط. وكم واحد هيقعد على دكة البدلاء؟ 7 لاعبين هيقعدوا على دكة البدلاء، صح؟ يعني 18، يعني في 10 لاعبين هيكونوا خارج القائمة، و7 لاعبين من اللي أنا قلت لحضراتكم عليهم، يعني أحمد فتحي مثلا ومحمد هاني واحد بس اللي هيلعب فيهم، علي معلول ومحمود وحيد واحد بس اللي هيلعب فيهم، أليو ديانج وحسام عاشور ومحمود وحمدي فتحي وعمرو السولية 2 هيلعبوا من الأربعة. نفس الكلام بقى بالنسبة لكل الناس. طيب إيه اللي هيحصل بقى الفترة اللي جاية؟ وأنا بقوله لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم. اللي هيحصل إن، وبالمناسبة ما هي أي لعيب مش هيلعب من حقه إن هو يزعل. يزعل الزعل الإيجابي. الزعل اللي هو دايماً يخليك بتنتظر أي شيء عشان تلعب. للي مش هيلعب يعني. ولكن اللي هتسمعوه بقى الفترة اللي جاية. اصل لعب مثلا احمد فتحي وما لعبش محمد هاني، او لعب محمود وحيد وما لعبش علي معلول، يقول لك ايه؟ اصل علي معلول زعلان جدا ان هو ما بيلعبش واتخانق مع فايلر. خدوا بالكم من الكلام اللي هيحصل الفتره اللي جايه. اصل احمد فتحي لعب فمحمد هاني متضايق قوي وزعلان ان هو احمد فتحي لعب وهو ما لعبش. اصل وليد سليمان متضايق فعشان مجدي قفشه ما لعبش ووليد سليمان لعب فمجدي قفشه متضايق من وليد سليمان. شريف اكرامي جاهز دلوقتي لعب المباراه اللي جايه ومحمد الشناوي ما لعبش، يقول لك اصل. هتسمعوا بقى ان الخناقات كترت وان اصل الناس مش عايزه تلعب، وان الناس عايزه تلعب، كل اللاعبين عايزين يلعبوا. ما حدش في النادي الاهلي بيشتغل موظف. ما حدش في النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي بيشتغل موظف، لا. هم لعيبة كورة وراهم 60 70 مليون واحد بيشجعوهم. فهم عارفين كويس جدا ان اي واحد فيهم مش هيلعب لازم يموت نفسه ويثبت من خلال التمرين ان هو لازم يرجع يلعب تاني. فاللي حضرتك هتسمعه الفترة اللي جاية ايه؟ في بعض الامور او في بعض من بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي يقول لك ايه؟ اصل فلان اتخانق مع فلان عشان ما بيلعبش. وصل فلان دخل في فلان جامد جدا عشان عايز مش عارف ايه. الحاجات بقى اللي حضراتكم بتسمعوها، بصوا انا بقولها لكم من امتى؟ النهارده كام؟ النهارده 29/9/2019. انا بقول لكم الكلام ده لانه احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء. 18 لاعب هيبقوا في القايمه وفي 10 بره القايمه. في 10 بره القايمه. وال 18 دول 11 هيلعبوا و7 هيبقوا موجودين على دكه البدلاء. في حين دلوقتي ان انت في النادي الاهلي ممكن وانت قاعد كده تقعد وتريح وتختار اي اسم او اي 11 اسم هتبقى ساتسفايد او مبسوط او راضي من جواك كمشجع لنادي الاهلي ان ال 11 دول يلعبوا. من ابرز المكاسب بالمناسبه دي اللي حصلت ان احنا لما شفنا اليو ديانج امبارح، لما شفنا محمود وحيد امبارح، لما شفنا حسين الشحات امبارح، لما شفنا وليد سليمان امبارح، لما شفنا بقيه اللاعبين امبارح، اطمننا اكتر كجمهور النادي الاهلي. اطمننا ان احنا عندنا مدير فني بيحكم بالعدل او بيلعب بالعدل. وهو ده المهم في كرة القدم، المهم العدل. فاللي حضراتكم هتسمعوه خلال الفترة اللي جاية، الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده هتسمعوه كتير الايام اللي جاية. لان احنا عندنا مباراة يوم الاربعاء ومباراة يوم السبت. بعد كده الدوري هتوقف شوية ومعسكر المنتخب، وبعد كده نرجع على مباراة أعتقد نادي الزمالك يوم 19/10. فأنت داخل على مباراة هي مع المنافس التقليدي للنادي الأهلي، مع المنافس التقليدي للنادي الأهلي اللي هي بعد يوم 19 إن شاء الله. فبالتالي هتلاقي التكسير بيحصل من دلوقتي. أي حد عايز يزرع فتنة في النص كده، يحط فتنة هنا فتنة هنا فتنة هنا، علشان إيه؟ الناس تبتدي يجي لها إحباط، يجي لها تقلق من الفريق. ولكن اللي عايز أطمن حضراتكم وأقوله لحضراتكم من خلال ملعب الأهلي إن فريق النادي الأهلي 30 لاعب على قلب رجل واحد. الكل بيحاول يتمرن ويبذل أقصى مجهود في التمرين.
وفي النهايه الاختيار بيبقى للمدير الفني. الاختيار بيبقى للمدير الفني. المدير الفني هو اللي بيختار، بيقول احمد فتحي هيلعب او مش هيلعب، محمد هاني هيلعب او مش هيلعب، معلول هيلعب او مش هيلعب، محمود وحيد هيلعب او مش هيلعب. هو دلوقتي مطمن ان اي حد فيهم هيلعب هيبقى كويس. هو دلوقتي حضراتكم لما شفتوا محمود وحيد امبارح اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ حضراتكم لما شفتوا اليو ديانج وحسام عاشور امبارح اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ حضراتكم لما شفتوا حسين الشحات ووليد سليمان واحمد الشيخ اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ لما شفتوا وليد ازارو وصلاح محسن لما نزلوا عملوا ايه في الملعب؟ وليد ازارو نزل عمل جون، صلاح محسن جاب جون وضيع جونين. اطمنتوا حضراتكم شويه؟ مستوى الفريق اقل من النادي الاهلي ده 100%، انا بقوله مع حضراتكم، ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود داخل الملعب. زي ما قلت لكم قبل كده احنا لعبنا فرق أقل مننا بكتير واتعادلنا معاهم أو اتغلبنا. فدايما دايما نبقى واخدين بالنا من اللي هيحصل الفترة اللي جاية، وأنا بقوله لكم أهم، أنا بوثق الموضوع يوم 29/9. أنا بقول لحضراتكم أهو إن احنا الفترة اللي جاية هنبقى مقدمين على بعض الأمور اللي ما ينفعش او اللي هتسمعوا منها كلام كتير جدا جدا جدا. اصل فلان ما بيلعبش، اصل فلان لو يبوزوا، اصل فلان متضايق. بالمناسبه طبعا كل الكلام اللي بيتقال ده او هيتقال، انا بقوله اهو هيتقال، كل ده غرض منه شيء واحد فقط، وهو ضرب استقرار النادي الاهلي او ضرب استقرار الفريق الاول في النادي الاهلي. بالنسبه للفرقه كابتن سيد عبد الحفيظ قافل على الناس كويس جدا وعارف كويس جدا ايه اللي بيحصل، ودايما لما بنيجي نسال الكابتن سيد يقول لك احنا كلنا على قلب رجل واحد، لما بنيجي نتكلم مع اللاعبين يقول لك احنا كلنا على قلب رجل واحد واللي يلعب يلعب. فالفتره اللي جايه هتلاقوا من الكلام ده كتير. ليه؟ لان انت داخل على مباريات ورا بعض ومباريات صعبه، وبعد كده هتلعب في البطوله الافريقيه كمصنف، اربع فرق هتبقى مصنفه تصنيف اول في بطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي طبعا هيكون منهم. ف داخل على مباريات صعبه وادوار في البطوله الافريقيه اصعب ومباريات اصعب في الدوري، هتلعب الانتاج الحربي يوم الاربعاء ان شاء الله، وبعد كده يوم السبت هتلعب اسوان في اسوان الساعه 3:30 الظهر بعد 3 ايام او اقل من 3 ايام من المباراه اللي هتكون لعبتها ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. وبالتالي تداخل على مباريات كتيره ورا بعض، داخل على مباريات صعبه جدا ورا بعض. فالكل بيحاول ان هو من دلوقتي يضرب استقرار النادي الاهلي. فانا بس بحذر ان الكلام ده حضراتكم هتسمعوه، لما تسمعوه ابقوا بصوا كده على التليفونات او بصوا على اللي بيتكلم او كذا او كذا، وتعرفوا ان تضحكوا كالعاده. احنا اتفقنا احنا مش عايزين ننرفز نفسنا، مش عايزين لا خلي اللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول، واحنا لما بيبقى في حاجه بنقول لحضراتكم على طول، لما بيبقى في حاجه بنطلع وبنقول لحضراتكم على طول، لان هو ده الاهم، ان جمهور النادي الاهلي يبقى عارف كل ما طبعا اللي مصرح بيه او اللي احنا من المفترض ان احنا نتكلم حضراتكم هنقوله. فالحاجات اللي احنا بنقولها صدقوني حتى لو في اي حاجه بنقولها بنطلع نقولها او نلمح عليها. عشان كده بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي كالعاده، مش الفتره اللي جايه يعني، لكن دائما ما يكون جمهور النادي الاهلي هو حمى الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وكل الالعاب الاخرى. وكل الالعاب مش كره القدم بس، ولكن بما اننا بنتكلم على كره القدم بس هنا. فدايما جمهور النادي الاهلي هو الحامي الاول لفريق النادي الاهلي، ودايما هو اللي بيبقى واقف قدام كل الهجمات اللي هتحصل واللي حصلت من 1907 وحتى الان، الهجمات اللي الناس اللي بتطلع تقعد تتكلم وتحاول تزرع فتن ما بين اللاعبين.